40 سنتيمتر ديامتر، يعني الراديوس 20 سنتي بوينت 2 متر يعني، ويل اكسلريتس يونيفورملي فروم ريست يعني الفي نوت بصفر تو 350 ريف بير مينت، يبقى مدينا الاوميجا ان 10 سكندز. مديني شويه معلومات حلوه. ولي ديتيرمين ذا انجولار اكسلريشن اوف ذا ويل، احنا عندنا الاوميجا نوت بصفر، عندنا الاوميجا وعندنا الزمن. القانون الاولاني يجيب لنا الالفا، هقول اوميجا يساوي اوميجا نوت زائد الفا في تي. الاوميجا مديها لنا 350، الرفاية 2 باي، والدقيقة 60 ثانية لغاية دلوقتي، لغاية ما يغيروا الكلام. طب الأوميجا نوت بصفر والألفا مجهولة والتي قالوا لنا بعشرة، طيب يبقى 350 في 2 باي تقسيم 60 طلع رقم، أقسمه على 10 عشان أجيب الألفا، تقسيم 10، إذا الألفا 3.67 راد على السكند سكوير، يبقى ده البارت ايه. بيقول لي كالكليت دي انجولار فيلوسيتي، يعني طالب الاوميجا ات تي ايكوالز 4، ما احنا جبناها اهي، يعني مرة تانية بيعيدها. لا هو هنا عند 4، صحيح هو هنا كان 10 ثواني، لا طالب عند 4، عنده حق، سؤال غريب. اوميجا نوت زائد الفا تي نفس القانون مرة تاني، بس الفرق ان هنا هستخدم الالفا اللي جبتها مع زمن مختلف، يبقى اذا الاوميجا طبعا هيطلع اقل، نفس الرقم هضربه في 4 طلع 14.7 راد بير سكند. في البارت سي بيقول لي كالكليت ذا راديال اكسل ذا راديال كومبوننت اوف لينير اكسلريشن اوف ا بوينت ات ذا ايدج اوف ويل ات تي ايكوالز 4، يعني باستخدام دي، واحنا عارفين ان الاي ار بتساوي اوميجا سكوير طلعناها في ار. الاوميجا اهي 14.7 تربيع، والار بوينت 2 لان الدايمتر بوينت 4، تطلع انا هربع ده واضربه في بوينت 2 42 43 تقريبا، فالاي ار 43 متر على السكند تربيع. انا كتبت يساوي على طول لان نفس الاي ار بتساوي ده بتساوي ده. اخر بارت بيقول لي كالكليت ده تانجنشال كومبوننت اوف لينير اكسلريشن عند نفس الزمن، ما بيفرقش معانا لان الاي تي بتساوي الفا اللي هي ثابته في تي في ار، فالار ثابت بوينت 2 والالفا ثابتة، اللي بيتغير من وقت الاخر الاي ار، اما الاي تي ثابتة طالما الالفا ثابتة. ف 3.67 في بوينت 2 بوينت 7 34 متر بير سكند سكوير. وزي ما انتم لاحظين دايما شابتر 8 تطبيق مباشر للقوانين.